شك طبعا اسعد يوم في حياتي هو دخولي من النادي الاهلي، يعني ده كان من اسعد يوم في حياتي، ومش هتبقى ليله كمان، هي كانت ايام بالنسبه لي كانت عصيبه اللي انا كنت اجي النادي الاهلي. يعني انت عارف بين اللي انا اختياراتي اللي انا العب في الاهلي او في الزمالك، كانت في الوقت ده كانت صعبه جدا، ما كانش الاحتراف كان موجود بشكل كامل قوي، بس كان في برضه انتقالات من انديه لانديه، بس برضه مش بالكامل اللي بنشوفه الوقت ده. فالنادي الزمالك طلبني والنادي الاهلي بعد كده طلبني. الزمالك لما طلبني الفتره الاولانيه انا مش معترض، اللي انا طبعا ما فيش شك اي لاعب يتمنى يلعب في نادي كبير، بس انا بحب النادي الاهلي وبعشق النادي الاهلي ومتربي بيت كله بيحب الاهلي والدقهليه والمنصوره كلها اهلاويه. فالحمد لله يعني كان ليا ربنا سبحانه وتعالى وفقني اللي انا اكون من ضمن صفوف النادي الاهلي سنه 91 92 مع جيل عظيم طبعا جيل التسعينات، ودي كانت بدايه بالنسبه لي، كان بدايه موفقه. واول يوم دخلت فيه كان النادي الاهلي مش ناسيها، كان من الباب الرئيسي لمختار التتش هنا، وكان اول اتنين قابلوني كان هادي خشبه وكان تامر حفني، يعني الاتنين دول كان اول اتنين قابلوني جوه النادي، يعني مش عشان حاجه، يعني هي كانت صدفه، يعني وانا داخل النادي الاهلي بعد توقيع على طول. كان في السنه دي كان موجود الكابتن انور سلامه، الكابتن صلاح حسني، هما اللي كانوا موجودين، كان الكابتن صلاح مدير الكره والكابتن انور سلامه كان المدير الفني، وكمان انا الوحيد الحمد لله في الوقت ده كابتن صلاح سليم ربنا يرحمه يا رب. وقعت في بيته، وقبل ما كنت اسافر الاولمبياد في برشلونه في اسبانيا وقعت انا في بيته، فكانت كلها احداث كلها بالنسبه لي حاجات جميله وما زلت انا فاكرها ومش ناسيها وبحكيها لك دلوقتي كانها لسه مر عليها في ايام مش في سنين يعني. فالحمد لله دي كانت من الحاجات اللي كانت انا محظوظ طبعا، واي لاعب بيلعب في النادي الاهلي بيبقى محظوظ جدا، اللي حب الناس كلها بتشوفها من خلال النادي الاهلي. ممكن كنت ابقى لعيب معروف وكل حاجه ولعيب، بس نجوميته وشهرتي ما جاتش غير من خلال النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا اول اسبوع طبعا الالفه اللي بتبقى موجوده في اللعيبه، ما حسيتش ان انا لعيب غريب طبعا، ده رقم واحد، حسيت ان انا لعيب بقالي فتره طويله ومتربي في النادي الاهلي. تاني حاجة متعود اللي انا كنت متعود في الاندية زي نادي المنصورة اكسب ماتش واتعادل ماتش وعايز افضل في الدوري، لقيت هنا ما ينفعش غير المركز الاول، وما ينفعش ما اخدش بطولة، وما ينفعش ما اكسبش مباراة، حاجات كتير قوي اتربيت عليها. انا جاي هنا انا عندي 20 سنة، فالحاجات دي انا برضو عشتها كويس قوي، قعدت 14 سنين في النادي الاهلي، منهم اتعودت الحمد لله ناخد 18 بطوله مع النادي الاهلي. مش عشان حاجه، عشان الوقت ده ما كانش عندنا بطولات برضه عربيه منتشره قوي، ما كانش في السوبر، ما فيش كاس، ما فيش دوري، سوري ما فيش دوري السوبر اللي هو الدوري بين مثلا السعوديه ومصر، مصر والامارات، في ماتشات كتير قوي احنا ما كناش محظوظين فيها، الجيل ده اللي كان اللي محظوظ ما شاء الله يعني. ف اتعودت على حاجات كتير، اتعودت السلوك نفسه، اللاعب الكبير لازم يحترم واللاعب الصغير لازم الكبير يعطف عليه، وعشان كده كان في حاجات كتير قوي ما ينفعش انا اتكلم من المجلس الاداره على طول، في عندي كابتن فريق، في مدير كره، في مدير فني، في لجنه، في تسلسليه في النادي الاهلي الحمد لله. ففي حاجات كتير قوي الحمد لله اتعلمناها من خلال النادي الاهلي. انا جاي من منتخب اولمبي ولاعب جاي من برشلونه وبطوله عربيه مع الكابتن الله يرحمه الكابتن جوهري، البطوله العربيه اللي هي في سوريا بتاعت منتخب مصر المدعم بين المنتخب الاولمبي ومنتخب مصر، كل ده انا جيت والكابتن انور السلام بيسالني تحب تلعب ولا انت مش جاهز؟ قلت له انا جاهز وعاوز العب. واول مباراه ليا لعبنا الاتحاد في اسكندريه وكسبناه 2-0، كان اعتقد الكابتن محمد رمضان والكابتن ايمن شاوي اللي احرزوا الهدفين. حب النادي الاهلي ده ما بيشتراش، انت عايز تلعب للنادي الاهلي الفلوس هتجيلك او الماده هتجيلك والشهره هتجيلك. والدليل اللي انت ما بتيجي تلعب في النادي الاهلي انت بتروح اماكن كتير بتتجامل فيها، وده حقيقه لينا كلنا لعبت النادي حتى ما بنعتزل، بتروح اي مكان ممكن تروح اوتيل تلاقي الاوتيل عامل لك خصم عشان انت لعيب النادي الاهلي، ممكن تروح زياره من اي زياره رايح تسافر اي مكان برضه بتتجامل، كل ده باسم النادي الاهلي. انت انا مش بتجامل اللي انا ياسر ريان، انا بتجامل عشان انا ياسر ريان لاعب النادي الاهلي، لو انا ياسر ريان لاعب اي نادي تاني مش هتجامل ومش هروح اي مكان الناس هترحب بيا. فالمكان ده المكانه دي لا كان كبير، فانا بنصح اللاعب النادي الاهلي طالما انت جيت النادي الاهلي ما تبصش الماده هتجيلك والشهره هتجيلك بس طول ما انت هتجيلك امتى؟ لما بتاخد بطولات هتلاقي الناس في الشارع بترحب بيك وهتلاقي الناس بتجاملك في حاجات كتير. النادي الاهلي نفسه كمان ما بيستناش اللي انت، النادي الاهلي بيحب بيكرم لعيبته مش في كره القدم بس، في جميع الالعاب، بس يمكن احنا هي النادي الاهلي هي كره قدم مش تقلان في الالعاب الاخرى اللي عندنا، احنا عندنا لعيبه ما شاء الله في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه احنا متفوقين، بس هم برضو هم رموز زي احنا بنتكلم على رموز كره القدم، عندنا رموز في العاب اخرى. فانا بنصح اللاعب ليه يلعب للنادي الاهلي
ايا كان بيلعب كره قدم او اي لعبه اخرى، انت ليك الشرف اللي انت تنال اسم النادي الاهلي يبقى على التيشيرت اللي انت التيشيرت انت لابسه، وده احنا بنبقى فخورين بيه وبنبقى فرحانين بيه جدا، وبقى سعيد اللي الحمد لله اللي انا بتقلق اللي انا يسر ان لاعب النادي الاهلي ده فخر ليا.